الرسالة جدا مهمة من الأخ علي نوري، وين كانت الرسالة مطولة بس بودي أنه نقف عند نقطة نقطة. علي نوري يقول: حسب المعلومات التي حصلنا عليها فإن المبالغ التي دخلت إلى اتحاد الكرة خلال العام الماضي والحالي هي 2.25 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، أكثر من 400,000 دولار جراء مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا، 1,000,000 دولار من جراء المشاركة في البطولة الرباعية التي أقيمت في السعودية، مبالغ من حقوق النقل التلفزيوني للدوري العراقي. كل هذه المبالغ لم تدرج ضمن التقرير المالي ولم يتم مناقشتها قبل إجراء الانتخابات. وين هو هذا؟ يعطينا المعلومات ويعطينا الكتب الرسمية اللي جاء بها للأموال للاتحاد، وحتى إحنا وياه إذا كانت هذه الأموال حقيقة ما مودعة في حساب الاتحاد وما مصروفة ضمن نشاطات الاتحاد، إحنا نكون وياه في سبيل أنه نعرف مصير هذا. بس خلي يعرف الأخ علي نوري وحضرتك والمشاهدين، ترى الاتحاد الدولي أو الاتحاد الآسيوي ما يطي فلوس نقدا، وإنما يحول قيمة مادية لحساب الاتحاد. يعني تدخل في حساب الاتحاد، هسه حضرتك اذا تروح للمصرف اللي الاتحاد يوضع مبالغه به وتريد تسال على الاتحاد ايش قد داخله، بسهوله يطوك كشف. والله ما يطوك، يا ريت يطوك عن طريقك نروح احنا للمصرف خلي يطونا. اذكرك بشيء واحد، عندما يتم قراءه التقرير المالي في المؤتمر اللي يصير المؤتمر السنوي اللي راح يصير هو في الشهر 9 ان شاء الله، ميزانيه الاتحاد معلومه من قبل اللجنه الاولمبيه كانت 5 مليون دولار، أربعة يعني 5 مليون دينار وربع. من يتم قراءة أنه ميزانية الاتحاد اللي تم صرفه 7 مليون أو 8 مليون، هسه غير واحد يسأل يا بتو ميزانيتكم 5، منين هاي 3، 7 و8؟ يعني هذا منين يجن؟ غير يجن من هذه المكانات اللي تجي من عدة الطرق الرسمية. والاتحاد الدولي أبو حسين، الاتحاد الدولي من يطي مبلغ ما يطي مبلغ فري تتصرف فيه، مستحيل. يعطيك مبلغ معين، هاي للتذاكر، هاي للحكام، هاي للنشاطات الفئات العمرية، هاي للنشاطات النسوية، هاي كذا يعني مشروط، المبلغ مشروط، وإذا ما تستخدمها في نفس المكان اللي مخصصه يرجع، وإذا ما استخدمته بالموسم القادم يقطعوه منك، يقطع. لكن هذه الأموال اللي ذكرها اللي تقارب 3 مليون دولار على نور، صحيح تدخل 3 مليون دولار؟ والله ما عندي علم أنا صراحة، ما عندي علم أني داخله، أو حتى إذا داخله فللأخ علي نوري والغيره أنا وياهم إذا هذه الأموال تام التصرف فيها داخله أو ما داخله لحساب الاتحاد. إذا داخله راح هو يستلم 3 مليون دولار خارجيات، هو يعني سوى وش قال؟ هو قال مستلميها من قبل، خلي يجيب لنا شيء من الاتحاد الدولي يقول بأنه فلان مستلم هالكذا مبلغ.